مساء الفل، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معلش على تاخير تصوير الفيديو، بس انا كنت بس مستني ان الكليه تجيب اخرها بدل ما نصور الفيديو وبعدين تطلع لنا افتكاسه ونرجع نقول معلش يا جماعه والكلام ده كله، ما نخشش في حوارات. فانا كنت مستني بس الكليه تجيب اخرها وبعدين نبدا نصور الفيديو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يكون كافي وشافي ووافي. بالنسبه لي صحابكم اللي عملوا البحث يعني في الفيديو ده، ان شاء الله باذن الله هقول لكم الشروط اللي لازم توفرها في البحث. يعني ايه؟ يعني الراجل اللي هيصحح البحث او الراجل اللي هيراجع البحث من لسانه بلسانه كده، قال مثلا انتروداكشن ليها 3 شروط لازم يكون متوفر فيها، 1 2 3 4 ماشي، او 1 2 3 بس ماشي. طيب فلازم دول يكونوا موجودين عشان البحث يتقبل. البادي ليه برضو شويه شروط، الكونكلوجن ليها برضو شويه شروط. فاحنا ان شاء الله في الفيديو ده اقول لكم ايه الشروط عشان ايه، عشان البحث ما يترفضش ونخش بقى في ايه، في حوارات ثانيه ماشي. وبعدين لسه قدامنا بدري، يعني لسه البحث هيبتدي يترفع اصلا من اول 31/5 اللي عنده 15/6، فانت لسه معاك مده طويله قوي ماشي. عشان ما نطولش على بعض، سمي الله كده وصلي على النبي. قبل ما تبدا في البحث خالص، لازم تقوم جاي منزل عندك برنامج. البرنامج ده اسمه ميندلي، هنعرف ايه اهميته بس نشوف بس هنسطبه ازاي. بص يا اولاد، انت تيجي ان شاء الله هسيب لكم اللينك ده في الديسكربشن بتاع الفيديو باذن الله يعني ماشي. فهتضغط على اللينك هيفتح لك الصفحه دي، تقوم جاي ضاغط هنا على البتاع الاحمر ده داونلود ميندلي. بعد كده تشوف انت هتسيفه فين يعني، وتتك سيف هيبدا البرنامج يحمل معاك. البرنامج اول ما يحمل هتعمل له اوبن، هيفتح معاك الصفحه دي، تضغط ران، بعد كده نيكست 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 نيكست، وبعدين فينيش. قبل ما يجي كلمه فينيش كده هيقوم جاي فتح لك مربع حوار، انت عايز شورت كات منه ولا لا؟ فانت هتضغط يس، انت مش فاهم اي حاجه بس انت بتضغط نيكست على طول وفينيش برده على طول ماشي. فانت كده سطبت البرنامج بتاعك، انت كده سطبت الايه، البرنامج بتاعك. هيفتح لك الشورت كات اللي انت بتكت يس عليه ماشي. فتحنا اهو الشورت كات دي، واجهه برنامج ميندلي تمام. طيب لو انت عندك ايميل على ميندلي فانت تكتب الايميل والباسورد. طب انا ما عنديش ايميل يا دكتور، انا لسه مسطب البرنامج دلوقتي. هتقوم جاي ضاغط على ريجستر، معلش انا بشرح بالالف للياء يعني اللي هو ايه، عشان في زمايلكم كده ما عرفوش ان الماوس ده اسمه فاره بالعربي. المهم يعني ماشي. طيب ضغطنا على ريجستر دي وفتح لي الصفحه، انت تكتب الجيميل بتاعك وتقوم جاي كاتب باسورد وتقوم جاي ضاغط ايه، تقوم جاي عامل الريجستر بتاعك تمام. طيب يبقى انت كده عملت ايه، عملت ايميل على ميندلي، تقوم جاي كاتب الايميل اللي انت لسه عامل بريجستر والباسورد اللي انت لسه كاتبه اهو ماشي. تقوم جاي ضغط انتر، هيفتح لك واجهه برنامج ميندلي. واجهه برنامج ميندلي اول ما يفتح معاك يا اولاد، تقوم جاي داخل على التولز ماشي اهو، علشان لسه عامل ماشي. تقوم جاي داخل على التولز، اول ما تخش على التولز هتلاقي الكلمه دي انستول ام اس وورد بلوجين، تقوم جاي ضغط عليها، ضغط انت كده انستول. طب انت عملت ايه؟ انت ما تعرفش ماشي، بس اضغط بس انستول. انت كده دخلت ميندلي، البرنامج اللي انت لسه محمله دخلته على الوورد، يعني عملت لينك بين ميندلي والوورد اللي انت هتعمل عليه البحث خلاص. طيب لو دلوقتي في مشاكل، ان شاء الله ما فيش مشاكل، لسه ما شرحتش حاجه، ان شاء الله ما فيش مشاكل خلاص. طيب انت كده سطبت برنامج ميندلي اللي هيفيدنا جدا 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 في كتابه الريفرنسز، ان شاء الله هنعرف ازاي ماشي. طيب عايز ابدا بقى كتابه البحث بتاعتي يا دكتور، انا نزلت البرنامج عايز ابدا كتاب البحث. اهو انت عملت كده برنامج او وورد جديد، عملته ازاي؟ ضغطت كليك يمين على نيو ومايكروسوفت وورد دوكيومنت ماشي، فتح لك نيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت، عايز تسميه اي حاجه بقى سميه، سميه اهو اس اي دي. المهم فتحنا الوورد، هياخد وقت بس عشان يحمل. فتحت الوورد اهو يا دكتور، اعمل ايه؟ اول حاجه تعملها عشان انت هتكتب بالانجليزي تضغط هنا ماشي، فهو اتنقل الكتابه بتاعته بالانجليزي وراح ناحيه الشمال ان انت تكتب بالانجليزي ماشي. قوم جاي كاتب كلمه انترودكشن ايه، الانترودكشن دي اول حاجه بتبدا بيها البحث بتاعك. الانترودكشن ايه شروطها يا دكتور؟ الراجل اللي هيراجع البحث هيبص على ايه يا دكتور؟ قال لك والله الانترودكشن يا اولاد ليها 3 شروط، ليها 3 شروط. اول شرط من شروط الانترودكشن انك تعرف المرض بتاعك. ايه تعريف المرض؟ يعني مثلا لو هتكلم عن مرض زي الدايريا اللي هو الاسهال، لازم تعرف المرض، تقول له والله في الاول ان الدايريا ده عباره عن فريكوانت ديفيكيشن، انك بتخش الحمام كتير، وان الاستول بتاعك بيبقى سوفت ماشي، مش لازم نقولها بالعربي، الاستول بتاعك بيبقى ايه؟ بيبقى سوفت. يبقى اول حاجه انك تعرف المرض بتاعك. تاني حاجة يا اولاد تقول الانسيدنس بتاع المرض، يعني كلمة انسيدنس نسبة شيوعه في الناس او في البشر قد ايه؟ والله الدايريا ده بيصيب الاطفال اكتر من الناس الكبار،
وبعد كده عايز تتكلم على المين كوز بتاعه شغال ماشي. طيب يبقى انت كده عرفت المرض واتكلمت على الانسيدنس شيوعه في الناس. الشرط التالت يا اولاد اللي اتكتب في الانترودكشن تقول الراشونال التبرير المنطقي. هو انا ليه بعمل البحث بتاعي؟ والله انا بعمل البحث بتاعي عن موضوع الدوريه ليه بقى؟ عشان اتكلم على الادويه اللي هتعالج الدوريه، ولا هوصف الباثولوجي بتاع الدوريه ازاي الدوريه بتحصل، ولا هتكلم على الفسيولوجي بتاع الجي اي تي اللي لو حصل فيه خلل هيؤدي الى حدوث دوريه. انت بتكتب البحث بتاعك ليه؟ فده الشروط اللي لازم تفرها في الانترودكشن. ثلاث حاجات: تعريف المرض، الانسيدنس بتاعه، والراشونال انت ليه بتعمل البحث بتاعك. تمام. طيب اتمنى يكون الكلام واضح. طب يا دكتور انا مش عارف الف انترودكشن. محدش هيالف اصلا انترودكشن، كله بينقل ماشي. انا مش عارف الف انترودكشن من عندي. طيب خلاص هتبحث، بس لازم توفر الثلاث شروط اللي احنا اتفقنا عليهم بتوع الانترودكشن. تمام. طيب والنبي يا اولاد يعني ايه، لو حد كتب البحث يبقى يراجع بس الشروط دي من الفيديو، او لو حد لسه بيسمع الفيديو لسه ما عملش البحث يعني يبقى يفند الشروط دي كده ويرفعها لزمايله. خلاص. طيب الكلام اللي انا بقوله ده صادر من لسان دكتوره بتراجع الابحاث. خلاص. طيب يا دكتور انا عن نفسي هنقل الانترودكشن. ماشي يا عم، بس ابحث بقى، ابحث عشان تبحث. في ناس قوي، في ناس بتعاني كتير قوي ان هي مش عارف ابحث عن موضوع البحث بتاعي، بيطلع لي حاجات غريبه. والله انا بتكلم عن الدبريشن، اول ما اجي ابحث عن الدبريشن بيطلع لي حاجات غريبه قوي. ماشي. انت بس الصيغه اللي انت بتبحث بيها اللي بتفرق. انا عن نفسي بحب موقع جوجل سكولر، اللي عايز يبحث في باب ميد ماشي، بس جوجل سكولر شافي ووافي يعني ان شاء الله. ماشي. نبحث مثلا اهو انترودكشن تو ديبريشن، نبحث عن الدبريشن. انا عايز اعمل انترودكشن عن الدبريشن، هكتب ايه؟ مش انت عايز انترودكشن يا معلم؟ اه. يبقى انترودكشن تو ديبريشن، تبحث عنها اهو انترودكشن تو ديبريشن. والله عايز اتكلم عن الدبريشن اللي بيحصل للستات الحوامل زي الكيسه اللي في سنه تانية، تقريبا معظم سنه تانية اصلا جايلها الكيسه دي ماشي. اهو فارماكوثيرابي اوف بوست بارتم ايه ديبريشن، يعني كلمه بوست بارتم ديبريشن الاكتئاب اللي بيجي بعد الحمل. اهو والله انا عايز البحث ده. خلاص بحثت اهو وفتحت اللينك بتاعي، فارماكوثيرابي اوف بوست بارتم ديبريشن. انت لما بتبحث على جوجل سكولر او لما بتبحث على باب ميد للاسف بيقوم جاي طالع لك بس كده ايه اللي هو شوق ولا الدواء، بيكتب لك كلمتين على البحث بتاعك. طب هل دول يفيدوني يا دكتور؟ قال لك لا والله مش يعني انت لسه مش هتعرف تاخد منهم البحث قوي، مش هتعرف تاخد منهم مضمونه. امال هعمل ازاي؟ بص يا اولاد انت بحثت اهو هتلاقي كده كلام فوق، شايف كلمه دي او اي دي؟ اه. لو شفتها خد كوبي، تقوم جاي محدده كده واخد الدي او اي ده كوبي ماشي، وتروح على موقع هسيبه لك برده ان شاء الله ان شاء الله في الديسكريبشن. الموقع ده يا اولاد اسمه سكاي هاب اهو، هقوم جاي ناسخ الدي او اي اللي انا لسه عامل له كوبي ماشي. طيب هقوم جاي عامل له بيست قصدي لازم اهو، وضغط انتر. بص ايه اللي حصل، البيبر اللي انت كنت فاتحها اللي كان كاتب لك عنها كلمتين اداك كل البيبر اهي، دي كل البيبر اللي انت كنت عايزها ماشي. بتبدا ايه انت بسلامتك كده تقوم جاي ايه واخد كوبي بيست. انا عايز ايه دلوقتي؟ قشطه الماوس. انا عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز الانترودكشن. بص كده لما تيجي نقرا الانترودكشن مع بعض بيقول لك ان البوست بارتم ديبريشن عباره عن كومن سيريس إلنس، هو بيعرفك اهو يعني ايه كلمه ديبريشن ماشي. ذات افكت 14% من الستات اهو، قال الانسيدنس 14% من الستات في الشهر مش عارف كام اهو. لما تيجي تقراها هتلاقي الشروط اللي واجب توفرها في الانترودكشن المحترمه. يبقى هو جاي معرف المرض، قام جاي قال الانسيدنس، هسيب الناس هسيب كام في المية من الستات، قام جاي قال لك ان هو هيعمل البحث ده ليه؟ فارماكوثيرابي، لان هو هيعالج بقى دلوقتي الايه؟ هيحاول يعالج يعني البوست بارتم ديبريشن. فانا قمت جاي واخد الكلام ده اهو، خدته كوبي. انا عايز الجزئيه دي مثلا انترودكشن اهو، قام جاي واخدها كوبي ورايح على الوورد لازقها. لو عملت الحركه دي ان انت رحت على الوورد ولزقت على طول هتلاقي نسبه البلجاريزم اللي هي نسبه الاقتباس بتاعتك عاليه. طيب يا دكتور هو لازم بيني وبينك يعني لازم يكون في نسبه بلجاريزم، ما ينفعش تطلع البلجاريزم 0%، لان في اكتر من حد سالني نسبه البلجاريزم ينفع تطلع صفر يا دكتور والبحث كده بتاعي يبقى زي الفل. سالت الدكتوره في الموضوع ده قالت لي لا، لو البحث 0% بلجاريزم البحث بترفض، لازم على الاقل بتاع 2 4 7 بس يعني ايه ما يكونش صفر
اهم حاجه ما يكونش 0%، كلمه 0% دي غلط خالص. فانت عامل حسابك انك تاخد فقره ولا فقرتين كوبي بيست كده على طول ماشي، من غير ما تعمل لها الحركه اللي احنا نعملها ماشي. طيب يا دكتور نسبه البلاجرزم بتاعتي عاليه او هتعلى لما انا عمال اخد كوبي بيست كده من غير اي حاجه، طب اعمل ايه؟ الموضوع سهل وبسيط، مش الحته دي انت لسه واخدها كوبي من الـ من الـ من البيبر اللي انت عاملها؟ قلت لي اه. طيب انا دكتور عايز اقلل نسبه البلاجرزم بتاعتي، هعمل ايه؟ ان شاء الله برضو اللينك ده هحطهولك في هحطهولك في الديسكريبشن بتاع الفيديو ماشي. موقع اسمه كوليبوت، ده موقع بيعمل لي حاجه اسمها بارافرازنج. يعني كلمه بارافرازنج يا اولاد؟ نسبه الاقتباس بتتحسب ازاي؟ والله انا واخدها كوبي بيست ما غيرتش حرف في الموضوع، ما غيرتش حرف. الموقع ده بيعمل ايه؟ بيقوم جاي مغير لك في سياق الجمله، وبالتالي اكنك مش مقتبسها، اكنك فهمت المعلومه وانت اللي بتعبر برايك ماشي. طيب بص، انا خدت الجمله اللي انا عايزها في الانترودكشن، خدتها كوبي وقام جاي لازقها هنا اهو، ادي خدت الجمله ولزقتها هنا. هعمل ايه؟ قال لك والله ولد، هيبدا يغير لي في صيغه الجمله ماشي. بدل كلمه كومون ام جاي لي وايد سبريد، هي بس هو بيغير بس بعض الكلمات عشان يقلل نسبه البلاجرزم. بص يا اولاد بقى، عشان في مشكله بتحصل مع الناس لما تيجي تنسخ. بص انا هاخد، لو خدت كده الكلام كوبي، لو خدته هنا كده كوبي اهو ودخلت على الوورد وقمت جاي لازم، بص ايه اللي حصل؟ هتلاقي الكلام ملخبط وفي كلام ملون وفي، بص اطلع هنا كده اهو طلعت، اجي اخد مسطره هتلاقي ساعات الكلام بتلاقيه نزل تحت كده ماشي، وبتلاقي الكلام بص في هنا حاجات. امال اعمل ايه يا دكتور عشان اتجنب هذه المشاكل دي كلها؟ بص يا عم، وانت بتيجي تنسخ من البرنامج ده ما تحددش كده وتنسخ. امال ايه يا عم؟ هو قايل لك كوبي فول تكست اهو، اضغط عليه، تضغط كوبي فول تكست، تيجي هنا تقوم جاي ناسخ، هتلاقي الكلام زي ما هو ماشي بعد ما حصل له البارافرازنج. يبقى خد بالك بقى، الانترودكشن احنا قلنا شروطه، الانترودكشن احنا قلنا شروطه ماشي. طيب وحته البارافرازنج قلناها ان ازاي تعمل بارافرازنج، ازاي تعمل بارافرازنج. الموقع اهو، تقوم جاي ناسخ هنا كوليت، جاي ايه تطلع لك الناحيه الثانيه، هنسخ ازاي؟ هنسخ من هنا ماشي، كوبي تكست وتقوم جاي رايح ناسخ هنا ماشي. طيب قلت لك لازم يكون في نسبه بلاجرزم، فانت تعمل حسابك ان في فقره او اثنين او ثلاثه تقوم جاي واخدهم كوبي بيست زي ما هو من غير بارافرازنج، من غير اي حاجه تمام. طيب احنا كده خلصنا الايه؟ الانترودكشن بتاعتي. عايز اخش في البادي، والله انت بتتكلم على الدبريشن او عايز تتكلم على الفارماكولوجي بتاع الدبريشن يا دكتور، قام جاي كاتب ايه مثلا؟ لاينز اوف تريتمنت اوف ديبريشن اهو تمام. طيب قام جاي نازل، طيب قام جاي داخل بقى مؤاخذه قام جاي داخل بقى في البتاع بتاعي، مدور على اي دواء، وقام جاي واخد كوبي اهو، خدت شويه دول كوبي اهو ودخلت على الكوليت بيست، عديت كام كلمه؟ هو المفروض يعني في الكوليت ده ما تعديش 700 كلمه، فانا همسح شويه كده عشان ايه ما نعديش ال 700 اهو، اظبط بس الكلام بتاعي كوليت اعمل لي البارافرازنج اهو يا ميسر الامر، نت اتقلق الحمد لله خدت الكلام بتاع كوبي وجيت لزقته اهو. لغايه دلوقتي في مشاكل يا اولاد؟ ان شاء الله مفيش مشاكل. يا دكتور انت نسيت حاجه، نسيت تعمل هنا الريفرنس بتاعك. سهله خالص والله. الانترودكشن دي انا عملتها، جبتها من انهي سورس؟ نرجع تاني للسورس بتاعنا. انا خدت الانترودكشن من السكاي هاب، السورس ده فاكرين السورس ده كان ايه الدي او اي بتاعه؟ يا دكتور اهو كان الدي او اي اهو، قام جاي واخد الدي او اي دي كوبي تاني، انا خدت الدي او اي كوبي، عايز احط الريفرنس بتاعي اهو، هاجي هنا في اخر الفقره اللي انا لسه ناسخها من نفس الموقع، قام جاي عامل ايه؟ بصوا يا اولاد، كلمه ريفرنسز اهي، قام جاي ضغط عليه. لو انت عامله بالعربي بتكتب المراجع ماشي. طيب كلمه ريفرنسز اهي، ضغطت عليه فتح لي الصفحه دي، تكتب هنا انسيرت سايتيشن، ضغطت عليها انسيرت سايتيشن، ضغطت عليها فتح لي دي،
تكتب ايه جو تو مندلي، يبقى ده كان وظيفه مندلي. دخلت هو على المندلي، هعمل ايه بعد كده يا دكتور؟ ركز كده، كلمه اد، بعد كده اد انتري مانولي، ماشي؟ انت واخد ايه؟ انا واخد دي او اي. خلاص هنزل تحت كده لعند ما اوصل دي او اي، واقوم جاي لازق الدي او اي بتاعي. خد بالك بقى من الحركه دي، لازم تسرش اهو. سرشت، طبعا عمل لي كلمه صح، ابقى هضغط سيف. ضغطت سيف، الجديده دي اللي طلعت دي ابحاث قديمه، معلش يعني كنت كنا ايام ما كنا بنشتغل يعني، ماشي؟ ده اهو بحث، اهو ده البحث اللي انا لسه ضايف له الدي او اي. هضغط عليه، هعمل له مارك كده، واقوم جاي متكي ايه سايت. انت كده عملت سايتيشن. بص اللي اتكتب، اتكتب جنبه كده السايتيشن بتاع البحث بتاعي، السايتيشن بتاع البحث بتاعي. طيب يا دكتور ده انا جايبه من دي، الكلام ده انا جايبه من دي او اي تاني. هو كده مش مترتب شويه، بس يعني ايه، ممكن نرتبه كده اهو. ترجع بس، ماشي كده ترتب. خد بالكم بس ان في كلمه فيجر هتلاقيها في النص، وفي شويه كلمات كده وبشيلوها، ماشي؟ بشيلوا الكلام ده، تمام؟ طيب انا مثلا عايز اعمل انا هجيب شويه كلام برضو من الورقه دي، هجيب شويه كلام من الورقه دي، تمام؟ طيب انا هاخد الكلام ده من الورقه دي ورحت حطيته، وعايز اعمل سايتيشن ليه، هعمل ايه؟ نفس الكلام، انت مش واخده من ورقه تانية. عايز تعمل سايتيشن، تقوم جاي داخل فين؟ تدور على الدي او اي. كلمه دي او اي اهي، خلاص قام جاي واخدها كوبي، ماشي؟ لو عايز البيبر كلها هخش على موقع اسمه ايه، موقع اسمه سكاي هاب، قام جاي راجع بس كده، قام جاي كاتب الدي او اي هنا ومضغط انتر، طلعت لي البيبر كلها اهي، دي البيبر كلها، تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل السيتيشن اولاد، هعمل ايه؟ هاجي بعد الكلام اللي انا نقلته، يعني الكلام ده انا لسه واخده اهو، لسه واخده من السورس، هعمل ايه؟ هقوم جاي واخد مسافه، نضغط على انسيرت سيتيشن، طلع لي المربع الحواري، هتك ايه؟ جو تو مندلي. بعد جو تو مندلي هتك هنا اد انتري مانوالي. انت واخد ايه؟ انا واخد دي او اي، ماشي؟ يبقى دي او اي اهو، هقوم جاي ناسخ الدي او اي، هقوم جاي مسرش. بعد ما سرشت طلع العلامة صح، يبقى سيف، هضغط عليها واعمل له ماركر، قوم جاي اعمل سايت. يبقى انا كده عملت الريفرنس بتاعي، عملت الايه؟ الريفرنس بتاعي، تمام؟ طيب لغايه دلوقتي كتابه الريفرنسز فيها مشاكل؟ انا كده بعمل سايتيشن، انا كده بعمل ايه؟ سايتيشن. طيب لغايه دلوقتي السايتيشن او كتابه الريفرنس اللي انا لغايه دلوقتي في مشاكل؟ ان شاء الله مفيش مشاكل. طب يا دكتور ايه شروط البادي بتاع البحث؟ بالنسبه لي في الفارما، بالنسبه لي في الفارما مريحينكم خالص، سواء سنه اولى وثانيه او سنه ثالثه، مريحينكم خالص. الدكتوره بلسانها، الدكتوره بلسانها قالت والله طالما الطالب بحث، يعني مثلا واحد عنده حاجه اسمها كيس اسمها انكل سبرين، والانكل سبرين ده عشان الادويه بتاعته مش موجوده مثلا، او الاوستيوساركوما الادويه بتاعته مش موجوده عندكم في المنهج، مش موجوده عندكم في المنهج. فهل يا ترى انا لازم اجيب من ادويه تنفع، افرمط كده ادويه وامشيها على ان هي تمشي على الاوستيوساركوما؟ الدكتوره قالت لا، الدكتوره قالت الطالب يبحث يا اما على باب ميد يا اما على جوجل سكولر اللاينز اوف تريتمنت اوف اوستيوساركوما، طرق علاج الاوستيوساركوما، واللي هيطلع له يكتبه. يا دكتور ادويه مش علينا في المنهج، اكتبها اكتبها، ادام حاطط الريفرنس تتكتب، خلاص. طيب بالنسبه لسنه ثالثه، بالنسبه لسنه ثالثه البادي بتاع البحث، هم حاطين لكم شروط انك تتكلم فارماكوكاينيتك، بعد كده ميكانيزم اوف اكشن، بعد كده فارماكولوجيكال اكشن. في ناس كتير قوي مش عارفه، لمؤاخذة يعني في الكلمه، في ناس كتير قوي مش عارفه الفرق بين حاجه اسمها الميكانيزم اوف اكشن وحاجه اسمها الفارماكولوجيكال اكشن، ايه الفرق بينهم يا اولاد؟ الميكانيزم اوف اكشن الدواء ده بيشتغل ازاي؟ يعني مثلا دواء زي الاسبرين بيشتغل ازاي؟ بيوقف الكوكس فيمنع تصنيع البروستاجلاندين، دي حاجه اسمها الميكانيزم اوف اكشن، طريقه شغله. طب الفارماكولوجيكال اكشن، الفارماكولوجيكال اكشن تاثير الاسبرين على كل سيستم في الجسم، بمعنى والله احنا اتفقنا ان الاسبرين بيشتغل ازاي، بيقفل الكوكس فالبروستاجلاندين تقل. الفارماكولوجيكال اكشن بقى لما البروستاجلاندين تقل في الكليه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل نيفروباسي. لما البروستاجلاندين تقل في الاستومك هيحصل ايه؟ هيحصل ألسر. فالألسر او النيفروباسي ده فارماكولوجيكال اكشن من الايه؟ من الاسبرين، خلاص. اعتقد الكلام كده واضح، ماشي. هم حاطين لكم شويه ايتمز كده عندكم يا اولاد، فانت لازم توفيهم، لازم اوفيهم يا دكتور. قلت لك لا مش لازم، لازم توفيهم، لازم توفيهم في اهم دواء عندك في البحث. يعني ايه يا دكتور؟ والله انا عندي دلوقتي بحث من ضمن ابحاث سنه ثالثه،
بحث حاجة اسمها البوتاسيوم هوميوستيزيس. البوتاسيوم هوميوستيزيس او الدراجز افكتنج البوتاسيوم هوميوستيزيس، في ادويه كتير قوي بتعمل هايبركاليميا، وادويه كتير قوي قوي بتعمل هايبوكاليميا. هل انا همسك كل دواء وام جاي كاتب الفارماكوكينيتكس والدراج انتر اكشن ومش عارف الفارماكولوجيكال اكشن والكلام ده كله؟ قلت لك الكلام ده كله في البطيخ. ده انت لو كتبت اسماء الادويه بس كلها كده خلصت ال1000 كلمه اللي مطلوبين منك، فمش هينفع الكلام ده. امال هعمل ايه يا دكتور؟ قلت لك والله اضم انت سرشت وبحثت عن الادويه اللي بتعمل هايبركاليميا، هتلاقي كل دواء مكتوب تحته كلمتين بالظبط. خد الكلمتين اللي بالظبط دول وانسخهم، خد الكلمتين اللي بالظبط دول وانسخهم. تيجي على دواء كبير مثلا، يعني مثلا من الادويه اللي بتعمل هايبركاليميا دواء زي الدايجوكسين، اضم في دواء واحد كتبت فيه الفارماكوكاينيتك والفارماكولوجيكال اكشن والميكانيزم اوف اكشن والدراج دراج انتر اكشن والسايد افكت، اضم في دواء واحد دواء كبير دواء معروف. اذا انت كده وفيت شروط البحث بتاعتك، والكلام ده برضو صادر من ناس بتراجع الابحاث. خلاص، عشان بس انت مش هتعرف تستوعب الالف كلمة كلهم في البحث بتاعك. اعتقد الكلام واضح وشروط البحث واضح. ماشي، طيب اتمنى ما حدش يكون اتلخبط لغايه دلوقتي. ماشي، يبقى خلصنا الانترودكشن وخلصنا البادي. نيجي على اخر نقطه بقى في البحث بتاعنا اللي هي الكونكلوجن. الكونكلوجن، تمام. طيب الكونكلوجن دي يا دكتور ايه شروطها؟ بقول لك ان الكونكلوجن دي يا اولاد انت بس بتقول انت اتكلمت عن ايه في البحث، يعني ايه انت الهيدلاينز بتاعتك، رؤوس الاقلام بتاعتك، اهم حاجات انت قلتها في البحث، كنت بتتكلم على ايه. والله انا مثلا كنت بتكلم عن الانكل سبرين، التواء الكاحل مثلا. ماشي، فانت في الكونكلوجن بتاعتك هتقول والله ان انا اتكلمت عن التواء الكاحل وان انا هتعمد طرق عشان امنع حدوث التواء الكاحل، او ان انت هتقلل الالم بتاع التواء الكاحل، او انت الطرق اللي هتؤدي الى تقليل الالم بتاع التواء الكاحل، او ايه اسباب التواء الكاحل الانكل سبرين يعني، وهكذا. خلاص، فالكونكلوجن انت عملت ايه في البحث بتاعك، بحيث ان انا لما اجي اقرا الكونكلوجن اعرف العناوين الاساسيه اللي انت اتكلمت فيها. خلاص، طيب ما تيجي نشوف كده. انا مش هعرف اكتب كونكلوجن، ما انت هتبحث بقى، هتبحث. ماشي، انا مثلا اهو هنتكلم على الانكل سبرين، بلاش انترودكشن دي، نكتب كونكلوجن. كونكلوجن تول انكل سبرين، هيجيب لك بقى اللي هو ايه اهم حاجات مكتوب فيها او احسن حاجات مكتوب فيها الكونكلوجن. انت عايز كونكلوجن يعني طريقه البحث، انت لو كتبت انكل سبرين بس هيطلع لك، بس انت عايز اهم او احسن حاجات مكتوب فيها كونكلوجن، فلتكتب كونكلوجن تو انكل سبرين، وهم جاي طلع لك ايه، طلع لك احسن كونكلوجن. انا اخترت البحث ده، اخترت البحث ده، بس للاسف البحث مش طلع لي كامل. لا ده البوست بارتم ديبريشن. انا اخترت البحث ده بس للاسف البحث ده مش طلع لي كامل اهو، مش طلع لي كامل. هعمل ايه؟ هاجي هنا هلاقي دي او اي، هم جاي اخد الدي او اي كوبي، هم جاي رايح على السكاي هاب اهو، السكاي هاب نسخه اهو، فتحت ادي البيبر، طلعت لي كامله. هنزل تحت 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 كده لعند ما اوصل ادي اهي كونكلوجن اهي، بيقول لك تيجي نقراها بس كده عشان نشوف هي موفره شروط ولا لا اللي احنا قلناها. الكونكلوجن بيقول لك ايه، وي اوبزرفد، احنا ناقشنا في البتاع ده ان احنا قللنا الانسيدنس بتاع الانكل سبرين مرتين، تو فولد ريدكشن ان ذا انسيدنس اوف انكل سبرين افتر ان انجري بريفنشن بروجرام. يبقى افتر انجري، وهو اتناقش افتر انجري بريفنشن بروجرام هاد بين انتروديوس. ماشي، بيقول لك بقى ذا بروجرام واز ديزايند بيزد اون انفورميشن اون انجري ميكانيزمز. ده الكلام اللي هو ناقشه في البيبر بتاعته. الكونكلوجن ما هو الا ايه، ما هو الا زي نظام رؤوس اقلام كده اللي هو تناوله في البحث بتاعه. خلاص، طيب انا خدت الكونكلوجن من البحث ده اهو، من البيبر دي خدت الكونكلوجن، قمت جاي رايح ناسخها عندي في الوورد، ملف الوورد. ماشي، طيب هل انا كده خلصت؟ لا يا دكتور، انت لازم تعمل السيتيشن بتاعك. هعمل ازاي السيتيشن قبل ما اخش؟ لازم تروح تجيب الايه، الدي او اي. انا اهو نسخت الدي او اي بتاعتي، جيت هنا قمت جاي، لما اقصى معلش، قوم جاي على الريفرنس، انسيرت سيتيشن، جو تو مينلي، اد انتري مانيوالي، تقوم جاي داخل كده تحت الدي او اي، قوم جاي لازقها، ولازم تسرش. عمل لي علامه صح، قوم جاي ضاغط سيف، قوم جاي محدد ده، قوم جاي كاتب ايه، سايت، طلع لي السايت.
انا كده خلصت البحث بتاعي والله، اتكلمت على الانترودكشن وبعد كده دخلت على البادي ودخلت على الكونكلوجن، فقام جاي نازل تحت ماشي، قام جاي كاتب الريفرنسز. يا دكتور يا دكتور، الريفرنسز بتتحط في PDF لوحده يا عم، اتقل على نفسك. الريفرنسز تحت الريفرنسز يا ولاد، هتعمل حركه صايعه، تضغط بس هنا انسيرت بيبليوجرافي، انسيرت بيبليوجرافي، انت كتبت اهو انسيرت بيبليوجرافي، ام جاي مرتبها لك، ادي انسيرت بيبليوجرافي اهي، ام جاي مرتبها لك اهو اهو. ده ايه يا ولاد؟ قال لك عشان انت كنت بتعمل سايتيشن بعد كل باراجراف انت انت بتنقله. انا عملت هنا سايتيشن وعملت هنا سايتيشن وعملت هنا بعد عملت هنا سايتيشن خلاص. يبقى اظن انت عملت سايتيشن وكتبت انسيرت بيبليوجرافي، هتقوم جاي ايه؟ هتقوم جاي الريفرنسز مترتبه لك بطريقه اي بي اي، هو اللي مظبوط عليها اصلا اي بي اي، فانت مش هتضطر انك تغير يعني اهو. انت لو عايز تغير اهي، بس الاي بي اي اللي هي الامريكان سايكولوجيكال اسوشيشن ماشي. طيب المهم ما تغيرش حاجه، اكن ما قلتش الحته الاخيره دي، تقوم جاي كده بس انسيرت بيبليوجرافي، هم جاي منسوخ لك الكلام ده كله. دي الريفرنسز ومترتبه على حسب السايتيشنز. يعني ايه؟ يعني والله اول سايتيشن انا عملتها، انا مش فاكر هي كانت فين، بس اهي اول سايتيشن انا عملتها هو اول بتاعت اول ريفرنس، تاني سايتيشن انا عملتها هي تاني ريفرنس، تالت سايتيشن هي تالت ريفرنسز، وهكذا. هل انا كده خلصت البحث بتاعي وخلصت الريفرنسز بتاعتي؟ قلت لك لا. الكليه يا ولاد قامت جايه طالعه لنا بافتكاسه جديده. ايه هي الافتكاسه دي؟ بتقول لك ان انت لازم تحط اللينك بتاع الريفرنس بعد ما تكتبه بطريقه الاي بي اي. يعني ايه؟ ادي الريفرنسز اهي مترتبه عندك زي ما اتفقنا، كل سايتيشن السايتيشن الاولاني بالريفرنس الاولاني وهكذا ماشي. طيب انا عايز احط اللينك هنا اهو، انا ده بعد اول ريفرنس اهو، هم جاي عنده ضغط انتر، ضغطت انتر اهو، عايز احط اللينك، هعمل ايه؟ يا دكتور انا اللينك بتاعي ضاع، انا خرجت من الموقع اللي كان فيه اول ريفرنس انا جبته ومش عارف ارجع له، اعمل ايه؟ سهل خالص، مش انت مسجله على مندل يا معلم؟ اه والله كان اول سورس عندي هو ده. طيب وانا مش لاقي اللينك بتاعه، يا عم سهل خالص، انت اضم مسجله على مندلي، هتقوم جاي ضغط عليه كده وتيجي على الحته اللي على اليمين دي، بص كده، بص 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 بص، اتسجل امتى؟ يوم 29 مش عارف ايه، اهو ده اليو ار ال او اللينك بتاعك، تقوم جاي عليه ونسخه اهو، انا عملت سيلكت اول يعني ماشي، نسخه اهو، عايز تتاكد ان ده اللينك بتاعك ماشي يا عم، نتاكد، تقوم جاي نسخ اللينك وضغط فارماكوثيرابي اوف بوست بارتم ديبريشن، هو اللينك بتاعي، اذا هو صح. اذا مندلي مهمته ايه؟ مهمته ان هو عمل لي السايتيشن وقام جاي مرتب لي الريفرنسز على حسب السايتيشن، ولو اللينك ضاع بقدر ان انا اجيبه. اذا مندلي كان مهم قوي بالنسبه لنا ماشي. انت تيجي هنا تقوم جاي ضاغط هنا ان انت عملت الايه؟ اللينك. يا دكتور انا كده خلصت البحث بتاعي. قلت لك لا، هو انا قلت لك ان الانترودكشن والبادي والكونكلوجن دول في فولدر لوحده، انما الريفرنسز بتكون في فولدر لوحدها. بعد ما انت اضفت اللينك، المفروض فينا لينك والمفروض فينا لينك، بعد ما اضفت اللينكات بتاعتك تقوم جاي واخد دول اسمه ده قط كده، وتقوم جاي عامل مؤاخذه بقى، وتقوم جاي عامل نيو مايكروسوفت فاتحه، هعمل ايه؟ اقوم جاي ضغط هنا عشان بالانجليزي، قام جاي ضغط هنا الريفرنسز. يبقى انا كده خلصت الريفرنسز. هل يا دكتور انا كده خلصت البحث بتاعي؟ قلت لك لا، لسه اتقل على رزقك يا دكتور. انت نسيت حاجه مهمه. ايه هي الحاجه المهمه؟ بص، تقوم جاي عامل سيلكت قول لي البحث بتاعك، وتقوم جاي عامل ان الخط يكون تايمز نيو رومان، وان الخط كله يكون 14. طب يا دكتور لازم شرط كله يكون 14؟ قلت لك لا، انت ممكن تخلي العناوين المهمه دي اللي هو الانترودكشن مثلا واللاينز اوف تريتمنت والكونكلوجن، ممكن تقوم جاي مزودهم بس 16 وبولد، وتقوم جاي حاطط تحتهم خط. دي الحاجات بس اللي مسموح بيها، انما باقي البادي بتاعك، باقي البحث بتاعك لازم يكون مطابق للمواصفات، ان هو يكون تايمز و14، خطه ايه؟ 14. خلاص طيب، اتمنى كده الكلام يكون واضح. اخر حاجتين هتكلم عنهم يا اولاد اللي هو الجرامر تشيك، اللي هو لو واحد مثلا غلطان في جرامر او واحد غلطان في سبيلنج بتاع كلمه، بيني وبينك هو انت مش هتغلط، لان انت بتاخد الكولي بوت ده ما بيغلطش، وانت بتاخد اصلا الكلام كوبي بيست من بيبر، والبيبر دي بتكون متراجعه اصلا، فما فيش غلط. بس في ناس موسوسه كده بقى اللي هو ايه، لازم
نفحص الكلام ومش عارف ايه. ماشي يا عم، ماشي، خلينا معاك خلينا معاك. انت عايز يا عم تعمل تشيك للجرامر بتاعتك، هتعمل ايه؟ بص كل اللي ما فيها، هتقوم جاي واخد الكلام اللي انت عايز تعمله تشيك، اللي هو ادي الفولدر بتاعي اهو، انا عايز اعمل تشيك، اخدته سيلكت اول وادي كوبي. هقوم جاي داخل على موقع، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن، اسمه سبيل تشيك بلس. ماشي، تقوم جاي هنا اهو، اول ما تفتحه بيفتح لك المربع ده، تقوم جاي عامل بيست للكلام اللي انت عايز تعمله تشيك. ماشي، تقوم جاي ضاغط هنا تشيك تكست. استنى بقى على حسب صوره النت بتاعك. طلقه طلقه الحمد لله. بسم الله الله اكبر. المهم يعني هتلاقي عندك كلام ده لونه ايه؟ بيج زيتي، حاجة في الرنج ده. المهم المهم يعني هتلاقي كلام عندك اللون ده اللي هو البيج او الزيتي زي ما شاب قال، ولون احمر. ماشي، اللي يخضني بص، هو الكلام البيج او الزيتي ده بيقول لك ان الكلام ده ممكن يكون غلط وممكن يكون صح، هو الموقع مش متعرف عليه، فانت المفروض تعمل له تشيك. انت نفض له نفض له عادي يعني، مش هيقف لك يعني على كل حرف، بس الكلام تيجي تراجع البي بي دي كان اختصار بوست بارتم ديبريشن، يبقى الكلام ده صح. الار سي تي هتلاقي قبلها اصلا راندمايزد كنترولد ترايلز، ماشي، فهو الاختصار ده صح. الكلام الاحمر ده اكيد بقى غلط، لا ده اكيد غلط. ماشي، هتلاقي كلمه تريتمنت انا مزود فيها حرف ار، يبقى تريتمنت هتقف عليها بس كده، هتلاقي الاقتراحات ظهرت لك في مربع تحتها، يبقى تريتمنت دي لازم تعدلها، ترجع للورد وتقوم جاي معدلها. تنزل تحت كده هتلاقي مثلا القاعده دي فيها حاجه غلط، ماشي، القاعده دي في هنا غلط في القواعد، هو يشرحها لك تحتها بقى انت بقراها وبراها غير. ماشي، كلمه بوست ستروك دي لازم تتغير، ليه؟ الكلمتين لازقين في بعض، يا اما تاخد مسافه يا اما تاخد داش بعد كلمه بوست، ماشي، وهكذا. هيمسفير دي انا ما كنتش نقلتها كامله يعني، وانا بنقل ما كنتش نقلتها كامله، فتلاقي تقف عليها تلاقي في الاقتراحات كلمه هيمسفير، فانت تقوم جاي مغيرها وهكذا، تقوم جاي نازل بقى وهكذا. ماشي خلاص. طيب بقى انت كده خلصت الايه اللي تشيك بتاعك بالنسبه ليه الجرامرز على هذا الموقع، هسيب لك اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن. خلاص طيب، فاضل ايه؟ في ناس بقى اولاد بيكونوا عايزين يزودوا البحث بتاعهم بصور. اولا الصوره يعني لازم تحط الريفرنس بتاعها او على الاقل لينك انت حاطه في الريفرنسز ان ده لينك للفيجر رقم كذا. ماشي طيب، انت عايز تلزق صوره بسلامتك في البحث. خلاص نيوتن بيعمل بحث. المهم هتعمل ايه؟ بص الناس بتقابلها قوي مشاكل مع الصور، خصوصا ان الصور بتقوم جايه ناقله الكلام في حته والبحث التنسيق بتاعه بيضرب منك. وكان مساله بسيط، انت عايز تلزق صوره، هقف هنا مثلا عايز الزقها هنا، ماشي، اقوم جاي ضاغط على انسيرت، او ما تفتح انسيرت هيفتح لك هنا ايه كلمه بيكتشرز، تقوم جاي ضاغط عليها. الصوره موجوده فين؟ دور بقى على الصوره. الصوره مثلا انت حاططها على الديسك توب هنا، ايه مثلا صوره شكله اهو الزعيم اهو، انت كده نقلت الصوره. الصوره يا اولاد انا جاي فاصل لي الكلمات من فوق ومن تحت ومش عارف ايه ومفيش هنا كلام، انا عايز احط الصوره جنب الكلام اللي بيتكلم عنها. طب اعمل ايه يا دكتور؟ بص هاجي احركها، هتلاقي بص بتتحرك اهو بصعوبه قوي، وعماله تتحرك وتاخد الكلام وتغير الكلام وهكذا. انا عايز احركها من غير اي حاجه، عايز احطها جنب الكلام بتاعي، اعمل ايه؟ والله انت هتضغط على الصوره كده، اول ما تضغط على الصوره هيظهر لك الفورمات بتاعها فوق، الفورمات بتاع الصوره هو فوق. ماشي، هعمل ايه؟ هتيجي هنا، معلش هو الماوس مختفي تقريبا في البرنامج ده. هتيجي هنا على النقطه دي حاجه اسمها الراب تكست، تقوم جاي ضاغط عليه. ماشي، كلمه ثرو، يعني كلمه ثرو يعني انت بترمي الصوره في اي مكان انت عايزه. بص انا هاخد الصوره دي عايز احطها جنب اللاينز اوف تريتمنت، حاسس ان على الشكل ده. المهم يعني ده اللاينز اوف تريتمنت، عايز تصغره اهو في حته فوق كده مش عاجباك، تقوم جاي عامل كروب وتيجي لعند الحته اللي مش عاجباك، بس اوعى تقرب من راس الزعيم. ماشي اهو، انا كده لزقت الصوره جنب الكلام بتاعها اهو، خلاص يبقى كده مفيش مشاكل. الكلام سهل اهو بسيط. هل انا كده خلصت البحث؟ لا لسه ما خلصتش البحث، فاضل تكه. هل كده انا خلصت يا دكتور؟ قلت لك لا برضه لسه، اتقل على رزقك. انت عايز تعمل له سيف از او تسيفه على هيئه بي دي اف، ادي سيف از اهو، انا ضغطت سيف از يا اولاد، وانا هسيفه على الديسك توب. ماشي اهو على الديسك توب، اجي هنا اقوم جاي مغير صورته، هو انا كنت هسيفه على اساس ان هو وورد، امال هسيفه على اساس ان هو ايه بي دي اف اهو، ضغطت على بي دي اف سيف كده، تسيف على اساس ان هو بي دي اف، هتلاقي ملف البي دي اف اصلا فتح لك على طول لوحده. ماشي، فين البي دي اف؟
ده بنفذ البي دي اف. اهو انا كده سيفته على اساس ان هو بنفذ البي دي اف. يا دكتور هل كده انا خلصت البحث بتاعي؟ قلت لك لا لسه، لسه هعمل ايه؟ لازم تتشيك للبلجريزم بتاعه، نسبه الاقتباس بتاعته. هعمل ايه؟ قال لك قلت لك هتخش على الموقع ده، الموقع ده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه هحط لك اللينك بتاعه دوبل تشيكر يعني. ماشي، هقوم جاي تشوز فايل، ضغط هنا تشوز فايل. هو كان موجود على الديسكتوب، كان اسمه اسد تقريبا اهو، جاي محمله. استنى لما يحمل يا ميسر الامر كده، حمل عندي اهو. تقوم جاي ضغط تشيك بلجريزم. طبعا انت مش انت مش روبوت، هو بس بيعمل تشيك انك روبوت. يا سياره هيبدا بقى يبحث لك نسبه البلجريزم بتاعتك. موقع ساعات ساعات كتير بيخرف. ماشي، ايش 21% بالجريزم. انا طلع عندي 21% بالجريزم و79% يونيك، اذا البحث بتاعي كده مقبول. ليه ما عداش ال 40%؟ البحث بتاعي مقبول. طيب انا عايز اطبع الريزلت بتاعت البلجريزم دي، هعمل ايه؟ هقوم جاي نازل تحت كده داونلود ريبورت. انا انسان مش روبوت. انكر كل اللي فيها دراجه. فين الدراجه؟ ماشي، دي دراجة برضو، دي دراجة. التاني اخلص دراجة تاني ولا الجزمة دي. وربنا وربنا انسان. ماشي، هيبتدي بقى يحمل لك البتاع الديسكتوب اهو، هاو الدوبل تشيكر، حمل وادي اهو الملف بتاعي اتحمل اهو على اساس ان هو بي دي اف. يبقى انا كده خلصت البحث بتاعي، انا كده سيف طبعا. ادي الريفرنسز برضه هعملها بي دي اف، سيف از ديسكتوب بي دي اف، هسيفها. سيفتها كده الثلاثه على هيئه بي دي اف. اهو ادي بي دي اف اهو، وادي بي دي اف اهو، وادي بي دي اف، التلاته بي دي اف. ده الدوبل تشيكر، ده نسبه البلجريزم بتاعي، ده البحث بتاعي الانترودكشن والبادي والكونكلوجن، وده الريفرنسز بتاعتي. دول المطلوبين منك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يكون افادكم ان شاء الله، يعني على اعتقد ان هو يكون افادكم. بس كده، بس خلاص. كل سنه وانتم طيبين بقى، وما تنسوش دعواتكم في ليله القدر ان شاء الله هتبقى بكره، يعني اللي هي ليله 23. خير 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 خير، دعواتكم. مع السلامة، باي.